معاكم سامح حماد بيج سام من سولت نوت تيم. النهارده هنوريكم طريقه لربط الاف جي نوت وان شاء الله تعجبكم وتكون سهله. خليكم معانا دلوقتي عشان نبتدي نربط ربطه الاف جي نوت. تمام، لازم اول حاجه القصبه تبقى ثابته ان هي واقفه. فلو انت موجود على مركب او على طراد مثلا بيكون اكيد في رود هولدرز. تمام، بتحط القصبة في الرود هولدر. تمام، وطبعا الخيط بتدخله في الحلقة عادي جدا. تمام، وامورك تمام لغاية هنا ونكمل. لو انت على الشط بتخلي مثلا واحد يمسك لك القصبة. تمام، او ان انت ممكن تحطها مثلا على صخر مثلا او على حاجة بحيث ان هي تبقى واقفة، او تسندها على حاجة بحيث ان انت تربط الرابطة دي. تمام، ان القصبة تبقى واقفة. تمام، عشان تعرف تشد الخيط. بعد ما بتدخل الخيط في الجايد الاولاني، في بعض الناس بيدخلوه لغايه كذا جايد، لغايه الجايد الاخراني كمان عشان تدي مسافه اعلى ان الخيط يبقى نازل. بعدين بجيب طرف الخيط، تمام، وبحطه في بقي. تمام، بمسك طرف الخيط في بقي. تمام، وبقوم جاي ساحب الخيط، بيبقى مشدود بالطريقه دي، بيبقى علامه صح. يعني الخيط اللي جاي من الرود مساحته طويله وهنا هيبقى مساحته اصغر شويه. تمام، هنوريكم الرابطه دلوقتي، اوكي، وبطريقه سهله ان شاء الله. خليكم معانا دلوقتي. بعد ما خلاص وقفنا الرود جبنا طرف الخيط وهذا طرف الليدر، تمام، بنعمل ايه؟ نمسك الخيط عادي في بقنا زي ما عملنا. تمام، نعمل علامة الصح اهي. تمام، وبنمسك الخيط، بنروح اول حاجة هنا ناخد مسافة، واحدة فوق هنا وواحدة فوق، تلقائي بدأ يعمل علامة اكس هنا. بقوم جاي ماسك الخيط مرة تانية، واحدة هنا وواحدة هنا وبعدين واحدة هنا، كل ده وانا شادد على الخيط. لازم يكون مشدود الخيط تماما. تمام، وادي واحدة هنا واحدة هنا وبكون شادد على الخيط. في ناس بتحب تعملهم خمسة هنا خمسة هنا، في عشرة هنا وعشرة هنا. تمام، انا تقريبا بحاول ان انا اعملها تقريبا 10 مرات وده يعتبر كفاية جدا. تمام، باجي في النص بقوم جاي ساحب الخيط ده وساحب الخيط ده علشان ما تقفلش. كل ده لازم يكون مشدود كويس عشان الخيط ما يجيش فوق بعض. طيب دلوقتي احنا ربطنا هنا كده، تطلع عندنا بالطريقة دي. تمام، بعد ما تطلع عندنا بالطريقة دي باجي بقوم جاي هي لفة بقفل الخيط بتاعي. تمام، اتقفلت هنا الربطة اهي. تمام ماشي، بسحب برضو الطرف الثاني علشان تكون قافله كويس، اوكي، زي ما انتم شايفين كده. ماشي، باخد بعدين واحده ثانيه من الناحيه الثانيه بنقلبها. تمام، وبقوم جاي ساحب برضو واحده عكس عكاس اللي هو بنربط من كذا ناحيه. تمام، وادي ربطه هنا، اوكي، ونيجي الناحية التانية وبنربط رابطة كمان. تمام، ونيجي رابطة كمان هنا كده. احنا عملنا 5 رابطات تقريبا، اوكي، وبنسحب على ورا. ماشي كده، واخر رابطة بقى
تبقى الناحية التانية. اوكي، ونيجي ونزنق لغاية الاخر. تمام. دلوقتي انا عملت 3 ربطات يمين و3 ربطات شمال. حلو. بمسك الليدر لتحت مع الليدر التاني، بيبقى عندي الخيط ده اسمه اللي هو انا بعملها سكيور اكتر، والشكل الجمالي للايه للربط. ادي واحده وادي الثانيه برضو. حلو. وادي وربطه هنا كمان، وادي واحده هنا الناحيه الثانيه، وادي ربطه الثالثه. حلو. وادي الربطه الثالثه اللي هي الناحيه الثانيه. تمام كده ماشي. اجي بقى على القفله، ان انا اقفلها. طبعا شايفين انتوا بقت عامله ازاي، حاول اقرب لكم تشوفوا هي بقت عامله ازاي دلوقتي. تمام، شوفوا بقت عامله ازاي، بقت هنا كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ دي كلها الرابطه، دي بتبقى تقريبا اللي هي الشكل الجمالي بتاعها وسكيور اكتر. حلو. باجي على اخر حاجه، بقوم جاي عامل ازاي رابط. ادي 1 2 3 4، وده انف جدا. وبسحب بسحب 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 لغايه ما بوصل عند الخيط، واقوم جاي ساحب على اخر واحده تحت. تمام. واسحب اربط كويس. حلو. وكده تمام. كده بقى عندنا طرف الخيط ده. بجيب ولاعه. حلو. دايما باخد بالي ان انا ما احرقش الرابطه نفسها. تمام كده تمام. بيبقى عندي هنا الليدر، طرف الليدر اللي فاضل، طرف الليدر اللي فاضل. باجي وبقوم جاي عامل حته كده بحيث ان انا قصيت حته الليدر. انا دي بعتبرها سكيور اكتر. اوكي، ببدا اولع هنا شويه، واقوم جاي شايل حته كمان واولع كمان شويه. بتبدا تعمل حته زي سكيور اكتر، واقوم جاي ضاغط عليها عند الايه على الليدر. كده بقت الرابطه بتاعتنا جاهزه جدا تماما، وبقت زي الفل. وبعد ما شفنا الرابطه بتاعت الافينوت، ما تنسوش تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات ثانيه جايه ان شاء الله. فولتنوت تيم مع بيك سام. كيب يور لايف تايم.